52%. نسبة الرضا العام للثلاث مجموعات متوسط الخدمة اللي هم بيمثلوا قرية بير الجراوي كانت 44%. دي نسبة الرضا الخاصة بحضراتكم. بشكركم تاني وشكرا جزيلا. السلام عليكم. انا طبعا بشكركم شكر كبير جدا لان ما كنتش متوقعه الاهتمام من الاهالي ومن الفريق الطبي اللي شغال. انا بس عايزه اقول كلمه بسيطه قوي ان الوحده الصحيه اللي احنا فيها دي ملك مين؟ ملك الاهالي. وملكنا احنا كوزاره الصحه كمواطنين مش كموظفين. فالحاجه اللي ملكك لازم انت تقول رايك فيها، الخدمه فيها الى اي مدى بترضيك وترضي احتياجاتك. احنا قعدنا عملنا مجموعه من مقدم الخدمه، لان زي ما انت مش راضي عن الخدمه احنا برضه كمديري صحه مش راضيين عن الخدمه، لحاجات نقدر احنا نحلها وحاجات بنتمنى ان في الوقت القادم ان احنا نحلها، لان احنا الحقيقه عايزين نتحرك شويه عن كده. كل البلاد اللي سبقتنا اللي احنا علمناها هم مش احسن مننا، فلازم الاهالي مع الفريق الطبي نبقى حريصين على ان نقدم خدمه كويسه لنفسنا، لان انا كطبيبه يوم ما بيتعب ابني بجيبه الوحده او المستشفى في القريه اللي انا عايشه فيها او في البلد اللي انا عايشه فيها. احنا قعدنا مع مجموعه الاداريين كلهم ومجموعه الاطباء ومجموعه الطوارئ علشان نعرف هم مش راضيين عن الخدمه دي، لان زي ما قلت لحضراتكم ان في مجموعه منهم مش راضيه عن الخدمه، في مجموعه مننا احنا كاطباء برضه مش راضي عن الخدمه لحاجات مش في استطاعتنا ان احنا نعملها، وفي حاجات ان شاء الله هنحسنها. الهدف من اللقاء ده او من الاعداد اللي هنعملها بعد كده والنهارده عاملين اللقاء ده كنموذج او كبروفه ان احنا نتواصل مع بعض، ان احنا نعرف نتكلم مع بعض، ان احنا نعرف نطلع المشاكل اللي جوانا وايه اللي مش عاجبنا وايه اللي احنا عايزينه. الهدف ان احنا نحسن الخدمه اللي بياخدها المواطن. ما اتفاجئ في الاخر ان النسبه بتبقى غير مرضيه تماما ليا كانا كمقدم خدمه ولحضراتكم كمقدم خدمه. مقدمين الخدمه اتكلموا عن عدد الاطباء اللي هم مش طبيب بشري، فكانت النسبه 31%. هيئه التمريض برضه العدد كان قليل لان المركز اللي زي ده مركز صحه الاسره المفروض يبقى فيه 8، عندكم 3 بس.